تعالوا واحنا بنتكلم عن هذه الاجراءات، يمكن احنا كنا من يومين كان معنا داخل الاستوديو دكتور مصطفى بدره خبيرنا الاقتصادي البارز والمعروف، ويمكن ما خدناش وقت كافي كمان ان احنا نقدر نستفيد من كلامه ومن خبرات دكتور مصطفى بدره. بس مهم عندي جدا كمان ان احنا ناخد راي دكتور مصطفى في التسع اجراءات دول في ظل جائحة اقتصادية. يعني سيبك بقى من جائحة كورونا، ما احنا ربنا ابتلانا بجائحة كورونا ثم الحرب اللي أدت إلى جائحة اقتصادية تضرب العالم. معانا على التليفون دكتور مصطفى بدرة خبيرنا الاقتصادي الكبير، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله والله الحمد لله. دكتور مصطفى خليني الأول هبدأ بيه، الوضع الحالي اقتصاديا في العالم ماشي في اي اتجاه؟ انا كنت لسه بتكلم على معدلات تضخم مخيفه، الانجليز مخضوضين انه وصلوا لحد 14% وده معدل غير مسبوق في التضخم في انجلترا، يعني عمر ما التضخم في انجلترا عدى 8 او 9% ده ما حصلش. المره دي وصل ل 14%، امريكا التضخم عمال بيزيد، فرنسا، ايطاليا، المانيا، الخ. وفي ناحية تانية ألاقي الإنجليز لما جم يعملوا إجراءات متعلقة مثلا بإصلاحات ضريبية فخفضوا الضرائب على الناس الأعلى دخلا، إحنا هنا بنخفض الضريبة أو بالأدق بنعمل حد إعفاء ضريبي على الأقل دخلا. بس اشرح لنا برضه يا دكتور. أولا أذكر حضرتك بحديثي، نحن كنا بتشرف لنا نكون مع حضرتك شرف ليا يا فندم الأسبوع هذا الأمر، وقلت لك إن اللي بيحدث في أوروبا بالأخص هذه بداية وليس نهاية. بداية الأزمة بالإجراءات اللي حضرتك بتشوفها والأنين وطبعا الصعوبات اللي حضرتك بتسمع عنها، أعتقد بداية في دخول مرحلة أشد تعقيدا داخل الاتحاد الأوروبي. طبعا. الأمر الثاني، بهني حضرتك على أفضل وأحسن مكالمة طبعا تلقاها الإعلام بالأمس فخامة الرئيس بيكلم حضرتك في أطول مكالمة مع إعلامي تقريبا في مصر والشرق الأوسط. كان شرف لينا، شرف لينا، فده إنجاز كبير لحضرتك طبعا والبرنامج التاسعة، وأيضا توصيف للمواطنين وللمجتمع المصري قدرات الدولة ومقارنة بالدول الخارجية. فلما تشوف أوروبا النهاردة بجلالة قدرها زي ما احنا بنتكلم إن هي بتئن من الإجراءات والصعوبات، وللأسف يعني الإحداثيات الخطأ إنجلترا ما حصلتش فيها إن بيتم تغيير رئيسة وزراء بريطانيا العظمى في أقل من شهرين لتداعيات عدم قدرتها على الأوضاع الاقتصادية. فيعني تخيل حضرتك بريطانيا اللي هي بتحدد جزء من سياسة العالم، الدول السبع الصناعية حتى تقول عليها زي ما تقول، مش قادرين يقفوا على حلول جذرية للمشاكل اللي هم فيها. وطبعا ده هيكون بداية مرحلة أصعب تعقيدا في الاتحاد الأوروبي، وهيكون ليه للأسف تداعياته على العالم كمان بالأزمة. اللي حضرتك بتشوفه النهاردة ربنا أكرمنا من بداية شهر 4 الماضي، شهر إبريل، كان في خطوات استباقية بيقدمها السيد الرئيس والحكومة للمواطنين وللمجتمع المصري. كان أشهرها أذكر حضرتك بعض من حزم القرارات اللي هي زيادة بعض من الأجور والمعاشات وما شابه لذلك، وطبعا كان تطبيقها يكون من 1/4 قبل بداية العام المالي. صحيح. النهاردة كمان دولة رئيس الوزراء في أسرع قرار تنفيذي لتوصيات المؤتمر الاقتصادي وتوصيات فخامة الرئيس، ده أسرع قرارات حكومية. يعني حضرتك لو بتقيس القرارات الحكومية كده ده أسرع قرار الأمس. صحيح. النهاردة على طول مجلس الوزراء بيجتمع يوم الأربعاء دائما، يتخذ بعض من القرارات تزيد من تحسين قدرة المواطن. الأمور فيها إيه يا فندم؟ واحد، إن طبعا بيديله 300 جنيه للمعاش زي ما تفضل سيادة اللواء وشرح الأمور الطيبة دي كلها. حلو. خلي بالك المعاش بيصرف مقدما، ما بيصرفش في نهاية الشهر زي الموظف. صحيح. فطبعا ان هيئة التأمينات والمعاشات تكون في اسرع وسيلة لتطبيق القرار الحكومي بعد 3-4 ايام، هذا يحسب للدولة طبعا والسيد الرئيس والمنظومة كلها. الامر الثاني يا فندم النهاردة اللي انت بتشوفه في قرارات غير مباشرة، ودي اللي حقيقتنا نحس بيها الناس،
الدولة بتدعم الصناعة ازاي يا فندم؟ ما رفعتش سعر الكهرباء. وهتقعد بيها لنهاية الموازنة الجديدة. يعني هتقعد بيها الموازنة إن شاء الله 30/6 القادم. أيوه. فبتدي رسالة من المؤتمر ومن القيادة السياسية، إحنا بننفذ لكم أهو على طول. اتفضلوا، إحنا في استقرار مجتمعي، في عندنا عدم رفع لزيادة الكهرباء، وطبعا احنا من اسبوع ما رفعناش البنزين ولا السولار. مظبوط. فدي الرساله الثانيه. يبقى كده التوصيات اللي تطلع من المؤتمر وان القياده السياسيه شايفه ان عايزه تدي استقرار للمجتمع فما بترفعش الاسعار. الامور دي يا فندم حقيقتها النهارده بتدي رسائل للمجتمع ان في تكامل، في توصيف للوضع، في تحسين في قدره القرارات الحكوميه اللي بتتاخد لصالح المواطنين. وطبعا اكيد حضرتك تعلم زي ما في المؤتمر ان بيتم دراسه كيفيه التخفيض لبعض من الشرائح الضريبيه. النهارده كمان في غايه الاهميه اللي هي الحد الادنى للاجور، وايضا كمان اللي هي الشرائح اللي بيتسمى اللي هو من 24 ل 30000 جنيه ان شاء الله برضو للموظفين. صحيح. فده يا فندم رسائل للاسر المصريه. شوفوا في الخارج بيحصل ايه، شوفوا احنا مصر من 6 شهور يا استاذ يوسف بتسعى ان يكون عندها خطوات استباقيه. وما تنسوش كمان ان السيد الرئيس وعد ان تكون المعارض للسلع الغذائيه والتموينيه موجوده لنهايه السنه، وقال ان الحمد لله السلع متوفره، مفيش عندنا مشاكل، واول ما بتحصل مشكله لا قدر الله في اي سلعه تموينيه بيطلعوا يتحدثوا. هذه الامور تبعث برساله للمجتمع المصري. قدره الدوله المصريه يا فندم بتتحسن. واحد، بتتحسن اقتصاديا، مش بقول لك جايبه امتياز، ولكن تحسن مقبول لدى المواطن. اثنين، لدى الخبراء الاقتصاديين شايفين القدرات الاقتصاديه الحمد لله في عز الازمه العالميه اللي احنا بنتكلم عنها، نحن في قدرة إن شاء الله نتعدي الخطوة الأصعب في مرحلة بتاعة الحرب اللي دايرة دلوقتي في العالم كله، إن شاء الله نكتسبها أكتر. أخيرا، ترجمة القرارات يا فندم، زي ما فخامة الرئيس اتكلم مع حضرتك بالأمس، في صعوبة كثيرة في بعض منها لتنفيذها على أرض الواقع. وياريتني استسمحك إن أنا أخد بس من كلمة فخامة الرئيس وحديثه مع حضرتك. اتفضل يا فندم. في عندنا فرص استثماريه في التعليم والصحه طبعا، لكن المستثمرين يا فندم بيلجأوا دايما للايسر، ان هو عايز يشتري مصنع او شركه شغاله ياخدها علشان يقدر يكون اجراءاته متناهيه سريعا، ولكن مش عايز يجازف. عشان كده دايما لما بتكلم بقول ان في فرص في الاستثمار، اه طبعا عندك فرصه تقدر تتحدث النهارده على الصحه تفتح مستشفى او مازال، طبعا قدامك السوق كبير، ولكن الناس يا فندم ما بتجازفش دلوقتي. وفي اوروبا او في امريكا ما حدش بيجازف بفلوسه لعدد من الاسباب. واحد، الارتفاع المهول في سعر الدولار. اثنين، الارتفاع الكبير اللي ما شفناهوش بقالنا اكثر من 20 و25 سنه، ارتفاع اسعار الفايده. ثلاثه، جائحه كورونا والحرب التجاريه اللي كانت ما بين امريكا وما بين الصين اثرت على العالم كله. الناس يا ريت ما تنساش هذه الامور مأثره على الدراعات كلها. فده توصيف للوضع اللي انا بحكي لحضرتك عليه. طيب في رايك يا دكتور مصطفى انه هذه الاجراءات الاخيره اللي تم اعلانها من قبل دكتور مصطفى مدبولي بتوجيهات من الرئيس، من شانها انها تخفف على المواطن زي ما بيتقال؟ يعني لانه في ناس تيجي تقول ايه وهم ال 300 جنيه هيعملوا ايه؟ انا في رايي انه في مواطن مستني 100 جنيه، مش مستني بقى ال 300، يعني ال 100 جنيه معاه في الشهر بتفرق. بس ده رايي المتواضع. دكتور مصطفى هو الخبير في الاقتصاد مش يوسف. بكل تاكيد اسمح لي، اه طبعا في ناس في احتياج لل 100 جنيه، والناس للاسف ما بتبرزش هذه الامور. لو يا ريت حضرتك تاخد الكاميرا وتنزل تسال الناس وتشوف قد ايه هتكون ليهم قابليه للقرارات دي. احسن من ان احنا النهارده اسعار الغلا بتكون زياده والدوله ما بتسالش، لا الدوله بتسال وبتمنح النهارده دعم زياده في بعض من القدره الماديه لدى الدوله، ده رقم واحد. حلو. رقم اثنين، يا ريت خلينا نناشد مع حضرتك عدم استغلال من التجار.
وثلاثة يا ريت يكون في مزيد من الرقابة على الأسواق زي ما دايما الناس بتتكلم، عشان يبقى في ارتياحية لدى المواطن. المواطن شايف إن الدولة النهاردة بتتكلم صحيح وبتديله دعم، ولكن كمان حقته يكون في فرصة للرقابة وفرصة لإن إحنا نناشد التجار أو بعض من التجار عدم الاستغلال، لأن المواطنين حرام في ناس فعلا زي ما حضرتك بتقول في احتياج لل 100 جنيه ويمكن أقل من ذلك كمان والله. صحيح صحيح. أشكرك يا دكتور مصطفى، كل الشكر دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي المعروف.